حلم من احلامك المهببه تاني. الحمد لله انه كان حلم، مع انه نصه الاولاني كان حلو قوي. وطبعا زي العاده بتحلمي ان انت نجمه مشهوره والمعجبين بيترموا عليكي ولمستيها. انت بتتريقي يا اختي؟ لغايه ما ظهر ابوكي وضربني بالرصاص. رصاص؟ كويس. هو ايه اللي كويس؟ كويس انه ضربني بالرصاص؟ لا انا قصدي يعني الرصاص ارحم من ميه النار اللي دلقها على وشك في الحلم بتاع اول امبارح. طب يا لمضة كملي نومك. حاضر. يلا. نايم يا تحش. قوم يا بغل، مش في فطار دلوقتي؟ انت زفت يا سامي. ايه ده؟ يا نهار اسود، انت نايم بالنضاره؟ انت عاوز تكسرها وانت نايم؟ يعني ايه؟ والجرافطه كمان والبدله؟ انت نايم بهدومك؟ ايه يا بابا؟ ما انا صاحي اهو لابس من زمان. ولما انت صاحي مش في فطار دلوقتي؟ فطار فاضل عليه 14 دقيقه. يلا قوم يلا قوم. حاضر يا بابا. حاضر. ايه؟ طب يلا قوم قدامي. حاضر، انا جاي وانا حضرتك اهو. طب يلا. حاضر. ليلى. نعم. انت بتجيب سيره الناس وانت نايم يا ولد؟ مين ليلى دي؟ مين ليلى دي؟ يا ليلى. دي ليلى سودة فوق دماغك ان شاء الله. هر، انت بتلعب كده وانت نايم؟ ايه هر دي؟ ايه يا بابا؟ قلت لك قوم. فاضل على الفطار 13 دقيقة. حاضر. ولو اتأخرت ثانية انت عارف ايه اللي ممكن يحصل. اتفضل قوم. حاضر يا بابا اهو. انت يا واد. مين؟ انا ابو ليلى. يا ليلى. ليلى عندك؟ يا ليلى. يبقى عندك. ليلى. عامر. قوم يا عامر. قوم انت. قوم. خلاص. الفطار فاضل عليك. خلاص. خلاص. فاضل على الفطار 12 دقيقة. أنا مش هستناك. يا بابا جاي وراك. قوم. مش هتقدر تغمض عينيك.